هي سباحة فتاة غطاس البالغة من العمر 53 سنة، اختارت خوض تحدي سباحة المياه المفتوحة بمناسبة عيد المرأة انطلاقا من شاطئ الكازينو بصفاقس وصولا إلى قرقنة. انطلقت الساعة 8:30 من شاطئ الكازينو بصفاقس بعد أداء تحية العلم بمعية عدد من المسؤولين الجهويين لتصل إلى قرقنة على الساعة 2:30 ظهرا، وبذلك تكون قد قطعت مسافة 20 كيلومترا في 6 ساعات. C'est un défi que je me suis lancé معناتها il y a quelques semaines. باش نحاول نعمل الماكسيموم تاعي باش نخلط القرقنة. Ça sera aux environs de 6 à 7 heures de nage. هذا التحدي تقوم به الغطاسة السباحة فات الغطاس بمناسبة عيد المرأة. احنا هنا النادي البحري بصفاقس ما يجب يكون كل شيء حاضر لمساعدتها، سواء من ناحية المعنوية لكن من ناحية اللوجستية باش حاضر كل ما يستلزم، بالطبع حضور أمني متواجد، حضور الحرس البحري، حضور الحماية المدنية، حضور كل الأطراف اللي تنجم تساهم لإنجاح هذا التحدي. ليفينمون مهمة جدا، ولأول مرة أعتبرها ايفينمون يعني طريفة ومهمة، لأنه الثمن أول حاجة الجهد وقيمة عطاء معناها سباحة تونسية اللي هي ممكن غادرت الميدان لكنها فعليا يعني موجودة معناها في نشاطاتها. مواطنون ومسؤولون، نساء ورجال وأطفال كانوا في استقبال السباحة فتاة غطاس إثر وصولها إلى قرقنة، وبالعصف والزغاريد والتصفيق عبروا عن فرحتهم بنجاحها في هذا التحدي. من الأول كانت سهلة شوية، ومن بعد بديت نحس في الكوران شوية، حس برشا ديفياسيون معناها ساعات، خاطر ماك تعرف كي واحد يعوم في البحر مش كيما في البيسين، في البيسين عندك نقطة تمشي لها دخلت لها وتراها حتى تحت الماء، هوني ساعات تمشي طول ومن بعد تلقى روحك على اليمين، تمشي طول تعاود ترجع على اليسار. جيتكم القرقنة وأول نجي أول مرة نجي القرقنة وفرحانة برشا، ونهديها كل امرأة قرقنية. برافو، ويعطيكم الصحة. فرحانة بأمي برشا وفخورة بها، وبالحق معناها فرحت على الاخر كي ريتها هكا وريتها وصلت وشقت بين تفاقس وقرقنه، ونتمنى نسيت ونس الكل يطلعوا هكا. كنت خايفه لا تصير لها حاجه، كنت كل دقيقه نقول لها هيا يزيك امشي ارتاح، نعطيها تاكل نعطيها تشرب، وانا عندي ثقه فيها معناها كنت عندي ثقه فيها من اول هي باش توصل، وهي وعندي معناها نعرفها امي ونعرف. هي هدية أرادت السباحة فتاة غطاس أن تقدمها لكل نساء تونس عبر هذا التحدي، لتبرز قدرة المرأة التونسية على خوض التحديات والتميز في كل القطاعات.